ازيكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس؟ كتعودوش؟ اخباركم؟ اموركم هانيه؟ ايوا الحمد لله. وكيف العاده كنتمنى انكم كلكم تكونوا بخير وعلى الف خير. في الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا شي شويه، اولا هضرنا في الفيديو السابق كنا هضرنا على زيت الايوكاليبتوس، وقلت لكم ان شاء الله غادي نخصص واحد فيديو اخر باش نعطيكم شي وصفات بسيطه واللي الاساس ديالها هو هاد زيت الايوكاليبتوس، وكنتمنى انكم تجربوها معايا وترجعوا عليا الخبر. زيت اللي كنا هضرنا عليه في الفيديو اللي كان قبل، هذا الزيت كيحتوي على ماده الايوكاليبتول اللي هي مفيده بزاف للصحه ديالنا. داكشي علاش يعني الناس اللي عارفين بحقه راه كيستعملوه مزيان وكيستعملوه في الوصفات الطبيعيه في العلاج. وباش ما نطولش عليكم غادي ندخل معكم في الوصفات ديريكت يعني مباشره، وغادي نبداو بالوصفه ديال الاكزيما. بالنسبه اللي كيعانيوا من الاكزيما شنو كديروا؟ كتاخذوا ربعات العواشق ديال زيت الكوك. الوصفه ساهله ماهله، ربعات العواشق ديال زيت الكوك، وكنديروا معاهم 15 قطره من هذا الزيت هذا اللي هو زيت الايوكاليبتوس. صافي كندفيوهم واحد شويه في البان ماري، لان زيت الكوك بعد مرات كيكون على شكل كيكون شويه جامد. كندفيوهم واحد شويه في بان ماري وكنحتفظوا بهم في شي قريعه بحال هكا، وكنبداو هذيك كنستعملو بحال بوماده. يعني كدهني بها البلاصه اللي فيها الكزيما مثلا جوج ثلاثه حتى ربعات المرات في النهار، ما كيأثر ما والو يعني زوين. حق واحد المعلومه ما كنتش قلتها لكم في الفيديو اللي فات، هذا الزيت تخيلوا معايا كيقتل 70 نوع من الميكروبات اللي كاينه في الكره الارضيه. راه يعني خطير بالنسبه للبكتيريا والميكروبات. داكشي علاش كنلقاو كيستعملوه بزاف في المعقمات وفي مطهرات، كما قلت لكم في الفيديو الاخر حاولوا تعقموا مثلا ملي تجفي الدار، وهذا تحاولي تدوزي الجفاف الاخر، حاولي تدوزي على الدار هكا بقطرات من هذا الزيت. في المسيح استعملوه ومن غير هادشي كيخلي واحد الريحه زوينه في الدار. غندوز دابا للشعار وغنعطيكم واحد الوصفه زوينه وساهله ماهله. كتاخدي الزيت اللي هو زيت الايوكاليبتوس، كديري منه في شعرك، اما ديري مباشره هكا في يدك. وشنو كديري؟ كتبقاي هكا كديري الماساج لواحد بحال هكا 10 دقائق بحال هكا، كل هذا كديري الماساج وكتخليه يرتاح. شنو كيدير؟ هو كيزيد تدفق الدم في الفروه ديال الراس، وكيقوي هذيك البصيلات ديال الشعر. يعني الشعر كيزيان وكيطوال كيطوال بعدا كاين بواحد دغيا كيطول الشعر، يعني هو من الزيوت اللي دغيا كتطول الشعر. صافي وكيخلي فيه واحد اللمعه ثاني، كتولي فيه واحد اللمعه زوينه وكيولي الشعر صحي. وغنزيدكم واحد الحاجه اخرى اللي كيعانيوا منها الامهات بزاف الصراحه، وبالاخص في الدخول ديال المدرسه، هي الوليدات كيتعاداو، البنيات كيتعاداو بالقمل، كيولي فيهم القمل وما كيبغيش يتحيد. كيعياو وما يديروش الشامبوان، كتشري شحال من محلول شحال من كريم شحال من والو، القمل ما كيبغيش يتحيد. والحل ساهل ساهل ماهل مع هذا الزيت. اش ديروا؟ غتاخدي نفس المقدار ديال الزيت اللي غتستعملي، كتستعملي معاه الخل التفاح، يعني قد الخل ديال التفاح قد زيت الايوكاليبتوس، يعني جوج المكونات. كتخلطيهم وكتبداي ترشي بهم الشعر بحال هكا نهار على نهار على نهار، صافي كيقتل هذاك القمل بصفه نهائيه، ما كيبقاش يرجع. ايوا كيجيكم البنات الوصفات ساهله ماهله، كنجيب لكم داك الشيء ساهل واللي تقدروا ديروه. واخا الصراحه ما درتش قدامكم الوصفات هكا مباشره، ولكن راه ساهلين كما شفتوا، ما فيهم شي حاجه صعيبه. دابا غادي نزيدكم واحد الوصفه اخرى واللي هي كتعلق بالوجه. غادي تصوبوا مزيل الماكياج في الدار، اش غديروا؟ غتاخذوا نص كاس ديال الماء ورد،
غديروا معاه معلقه ديال زيت الايوكاليبتوس ومعلقه ديال زيت النعناع. صافي كتخلطوا هكا في قريعه ديال الدجاج وتخليوه كتمسحوا به دائما بحال هكا في الليل، ولا هذا كتحيدوا به المكياج وكتستافدوا من جوج الحوايج، يعني حيدتي المكياج وغديتي البشره ديالك. زوينه ولا ما زويناش؟ شفتوا كنجيبها الحاجه الزوينه. واخيرا غنزيدكم واحد الحاجه زوينه بزاف اللي هي ترطيب وتبييض البشره. وبعد مرات كيكونوا عندنا هذوك بحال هكا ليطاش وهذا في الوجه، اذا اش غادي نديروا؟ تبعوا معايا، ساهله ماهله كما كنقول لكم. غتاخذوا 4 المعالق ديال زيت الايوكاليبتوس و3 المعالق ديال زيت الخزامه ومعلقه واحده ديال زيت اللوز، ومن الاحسن يكون زيت اللوز حلو. صافي كنديروهم على البشره، كتبلكيها هكا مزيان مزيان هكا بحركه دائريه، كتخليها ربع ساعه ومن بعد كتغسلي بالماء عادي، ما يكونش الماء سخون، من الاحسن يكون الماء بارد. ويستحسن انكم ديروها في الليل باش ما تعرضوش وجهكم للشمس. ودابا غنقول لكم بسلام عليكم. ولو ان هاد زيت الايوكاليبتوس رانا ما عطيتش الوصفات بزاف، حيت فيه بزاف 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 من كاين بزاف من نستافدوا منه، راه مزيان لاصحاب الجهاز التنفسي اللي ما كيتنفسش مزيان، وهذا كنديروا ليه قطيرات فشي ماسكرين ولا فيطه ولا هذا وكنديروا عليه هكا كيبقى يتنفس حتى كيستنشق هذاك الزيت حتى كيتسرح ليه التنفس. مزيان اللي ضاربوا مثلا صدرو عامر وضاربوا البرد كما كنقولوا كنمسدوا ليه بحال هكا بهذاك الزيت. ويعني راه بزاف بزاف بزاف، تندير فيديو اخر ونكمل لكم. وما تنساوش يكون عندكم في الدار، لانه الا ما نفعكش في التعقيم غينفعك في الدواء، الا ما نفعكش في الدواء غينفعك في وصفات تجميليه في الشعر في بزاف د الحوايج. اذا شريوه، راه كنظن انه في المغرب متواجد، في كتلقاه في اش كيقولوا لا بارافارماسي، يعني راه كاين. وما تنساوش تخليوا لي التعاليق وان شاء الله ديما نجيب لكم الجديد، وشاركوا في القناة باش يوصلكم الجديد. باي باي عليكم وتصبحوا على خير.